سي طارق، مباراة تاريخية لأبناء معين الشعباني صراحة. قبل نهاية المباراة ب 20 دقيقة كنت تتصور الترجي التونسي باش يرجع في المباراة ويتأهل لنصف نهائي رابطة الأبطال؟ والله كي تكون عايش تاريخ الترجي ما تنجم كان تتصور النتيجة اللي وصلنا لها. هذه ماهيش أول وهلة اللي الترجي ترجع في النتيجة فارق مسبق. احنا في التاريخ القريب الترجي عملت تقريبا 3 مرات رجوع في النتيجة. نذكر منهم الأهلي المصري في النهائي البطولة الإفريقية، كنا خاسرين 3-1 في مصر ورجعنا في النتيجة. لكن مش رجعنا في النتيجة هكاك وبر، احنا يلزمنا نتذكروا انه في الفترة هذيك لي زانفلونس اللي صارت من الكاف للإطاحة بالترجي. من رئيس الجامعة الكاف وانت راجع. الريمونتادا الثانية اللي نذكر بها نتاع بريميرو دي أغوستو. بريميرو دي أغوستو خاسرين مع بريميرو في الذهاب وفي الإياب 2-2 حتىش مازالوا 20 دقيقة لعب، معناها 2-2 يلزم تمركي هدفين في ظرف 20 دقيقة لعب باش تترشح. ووصلت الترجي ماركات في ظرف 20 دقيقة لعب. هذا ما يكون كان إجابة للسؤال نتاعك. كان تسمح باش نحل قوس في ساعة ونغلقوا، خاطر صحيح قاعدين نحكيوا احنا على المباراة اللي سبقت، لكن أنا يهمني زاد في نفس الوقت المباراة الجاية نتاع الترجي والنجم الرياضي الساحلي. احنا كي نجبدوا نحكيوا على الحكم ونطلبوا منه باش يكون محايد، ما نذكروش اللي هو تعدى على حقوق الفريق المقابل، وكأن نحبوا نمروا رسالة للحكم هذايا جونر دانفلونس اللي ما تخدمش التوازن التحكيمي نتاعو. معناها بعبارة أخرى اوني اون تران دو فير لانفلونس اون فير اون في لو لوبي. الحكم من جملة اللعبة يخيب يسيب حكم جديد في ماليهش برشا في الميدان نعطيه فرصته باش يحكم المباراة. خلي يكمل الأمور ومن بعد كان مع قص عليك حد. مكرم حق الرد ليالي مكرم قص عليك حد حق الرد مباشر ليك أنت. مكرم فما حتى مشكل. خلي يتكلم. فما حتى مشكل. فما حتى مشكل. احنا كي نحكيو على الحكم نطلبوا منه باش يكون محايد، ما ندخلوش في تخمينات وظلم النجم الساحلي وثلاثة مرات ولا 4 مرات النجم الساحلي في المرات الاخرانيه تعرض للمظلمه التحكيميه. تشكونوا الفريق اللي ما تعرضش للمظلمه التحكيميه؟ ناس كل تعرضت، اللي مش بالبرشا بالشويه. احنا في المقابله الاخرانيه هذيا ثم ضربه جزاء ما ظفرهاش الحكم للترجي الرياضي. مباراه شباب الوزداد تحركناش، اللي مسها بيده نتاع شباب الوزداد ما تحرك حتى حد منا، وقعدنا كونسنتري على اللعبه. هل الطريقه هذيا نتاع نحبوا نعملوا الانفلونس نخرجوا معناها اللعبه نخرجوها من المستطيل نتاعها ونهزوها في بقايا واحده اخرى، والنتيجه في اخر الامر شكون اللي رابح؟ الرابح اللي قاعد يخدم على روحه في المستطيل، والناس اللي قاعده تعمل الانفلونس على الاربيتراج وعلى الجوانب نتاع اللعبه في اخر الامر ما تلقاهمش ربحيين. واضح. مش لنا حق الرد. حق الرد شنو هو ماكر؟ زوج بدني يعني. رجعني. وضح انت اعتذار. لا موضح لا وجه لي تهمه. اليوم انا ما قلتلوش، قلت لك اعطي حق العباد. اليوم كي تقول لي تعمل في تاثير على الحكم، ظهر لي مانيش انا كريم الخميري عمل تورناج بتاع ماتش ليسبيرانس، ظهر لي مانيش انا اللي الاربيت الالماني اللي 4 بوندو تنحوا للدوار. باش ما ندخلوش في تقول لي انت سمحني لا ما خويا هو تلاشاني انا خرج له صاحبي تلاشاني سيد شو انا مش مقتول تسمعني ولا تتكلم؟ تفضل تسمعني مانيش تصوير انا واني مانيش زاد باش يقعدوا هو اللي تلاشي فيه واني نتفرج مكرم عاش خويا انت حطيت رايك واضح؟ هاي هو حتى رايه لا ما قلش من احترامه ليك هو شوف شوف ما قلش من احترام وهنا باش نرجع لا باش جاني اتهام اسمعني صاحبي وجه لي اتهام انت راك ماك سبورت بارول نتاع لي لا انا وجه لي اتهام هو ما دجاش اتهام هو ما وجهش
هو ما وجهش اتهام للنجم الساحلي، وجه لي اللي يعني مش اثرت على الحكم. انا النجم تكلمت على النجم الساحلي، انا البطوله فاتت ب 10 10 بوان، اليوم الاتوال تحت لها 16 بوان، 16 بوان. ماكر ما عنديش الاتوال اليوم عايش. لا لا هو ثلاثة في يعني يا صاحبي، انا مش متوش، انا حكيت حالة تعيين معين. اليوم انت كي تقول لي اي نعمل في تاثير، ما ثماش واحد يعمل تاثير قد الكلام نتاعك انت، ما عملتش تاثير. مكرم نحترموا بعض الناس. واضح يا مكرم جبدني نجبتك. مكرم مكرم شنو جبدني نجبتك؟ كمان يا صاحبي انت ما كلمتوش الراجل كلاش فيه. فقدم كونديكتور من عبي ما انتش تو هكا تو صاحبي تو هكا. نبيل شحب تقول؟ حاب نقول للامانه، للامانه التدخل نتاع مكرم سابق لاوانه، لانه المباراه ما تلعبتش، الحكم مازال ما دخلش. صحيح نحكيو في حاجه غلط يا مكرم، ما نقراوش شيء. شو الخبر؟ احنا تو قاعدين نحكيو على كوب دافريك. اش قلت تو؟ فما انساكر قدام الاسبيرونس عملت ريمونتادا، ربحت ماتش مهم في كوب دافريك، مشات للكاريداس. نقعدوا نحكيوا على الماتش. ايش تو هاني حكيت؟ لا انت حكيت في البدايه، تحكي عملت جيجمون، عملت جيجمون تاع نوايا ودي من الاربيتر مازال ما زالش. شو نوايا؟ المباراه ما تلعبتش، علاش نحكيوا على الاربيتراج؟ ما نحكيوش على المقدمه، ما نحكيوش على الكره. جبنا نحكي نبيل بعد اذنك نبيل، حتى واحد ما عادش ياخذ موضوع الا دابري اللي عندي في الكونديكتور منظر.